قصص الأنبياء. نبي الله آدم عليه السلام خلق الله تعالى الأرض والجبال والبحار والأنهار والحيوان والطير والسماء والنجوم والشمس والقمر، وخلق الله الملائكة الذين يعبدونه ولا يعصون له أمرا. وهذه الأرض التي نعيش عليها خلقت قبل الإنسان، فلم يكن فيها عمران كما هي الآن. فأراد الله أن يخلق آدم ويجعله خليفة في الأرض. خلق الله آدم من الطين وبعث فيه الروح والحياة، وقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عندما ينفخ فيه الروح، فأطاعت الملائكة أمر الله. أما إبليس وكان من الجن فقد عصى أمر الله ولم يسجد لآدم كما سجدت الملائكة، لأنه كان مغرورا وكان يعتقد أنه أفضل مخلوقات الله. غضب الله على إبليس وطرده من الجنة وقال له: إن عليك اللعنة إلى يوم القيامة. وأصبح إبليس منذ ذلك اليوم يعمل على إيذاء الناس وإغوائهم. بعد أن خلق الله آدم عاش فترة من الزمن لا يجد من يسليه، حتى خلق الله له زوجة من جنسه تعيش معه واسمها حواء. أمر الله آدم أن يسكن الجنة هو وزوجته حواء، وأن يأكل ما يحبان من ثمار الجنة. ونهى الله آدم وحواء عن الأكل من أحد الأشجار، وأنهما إن خالفا أمر الله وأكلا من هذه الشجرة فسيعرضان نفسيهما لغضب الله. وبين لهما أيضا أن الشيطان هو عدو لهما. عاش آدم وحواء في الجنة عيشة سعيدة، أما إبليس فقد عزم على الانتقام من آدم وحرمانه من الجنة، فتمكن من أن يغوي آدم وحواء لأن جعلهما يأكلان من الشجرة المحرمة. عرف آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة إنهما قد عصيا الله، فأصبحا يستغفران الله ويطلبان منه المغفرة والرحمة على ما فعلا، فتاب الله عليهما. وهكذا تغير مجرى الحياة من العيش السعيد والحياة الهانئة إلى الكد والتعب من أجل العيش. بدأ نظام الحياة على الأرض يتغير، واستعدت حواء لاستقبال أولادها، وكان أول مولود رزقهم الله قابيل وأخته في بطن واحد، ثم ولد هابيل، ثم ولدت هابيل وأخته في بطن واحد. كان قابيل غليظ القلب قاسيا، وكان هابيل طيبا ويحب الخير لنفسه ولغيره. أوحى الله لآدم أن يتم الزواج بين أبنائه الأربعة، بأن يتزوج قابيل أخت هابيل، وتزوج هابيل أخت قابيل. رفض قابيل أمر والده وأبى إلا أن يتزوج من أخته التي ولدت معه. أما هابيل فقد أطاع والده ورضى بحكمه. فأما آدم فقد قرر حل الخلاف
بإلهام من الله، بأن يقدم كل من الأخوين زكاة من ماله ويضعها فوق الجبل، فمن تقبل زكاته يكون أحق بتنفيذ طلبه وتحقيق رغبته. وكانت النتيجة في اليوم التالي أن قبل الله زكاة هابيل ورفض زكاة قابيل، فما كان من قابيل إلا أن حقد على أخيه وقرر قتله بعد أن وسوس له الشيطان. قتل قابيل هابيل وجرى أول دم إنسان على وجه الأرض. عندها استيقظ قابيل من غفلته وندم على فعلته، ولكن بعد فوات الأوان وقف قابيل أمام جثة أخيه لا يدري ما يفعل. فأرسل الله غرابين فقتل أحدهما الآخر، فصار الغراب الحي يحفر الأرض. ولما صارت حفرة كبيرة جره إليها ثم غطاه بالتراب. ولما رأى قابيل ذلك قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأدفن أخي. ثم حفر حفرة له وضعه فيها وغطاه بالتراب. عاش آدم بعد ذلك هو وحواء زمنا طويلا، ورزقهم الله بناتا وبنين، وتزوجوا جميعا، ثم كان لهم أحفاد، فكثر الناس وانتشروا في الأرض. يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، يا مالك حياتنا بالفضل والإحسان.